طيب الجماعة ديل بيخططوا الجمهوريين والشيوعيين والملقطين بيخططوا في المؤتمر بتاع تامين محمود محمد طه اللي كان جزء منه في قاعة الصداقة بيخططوا والانتهى قبل 3 يوم بيخططوا قالوا المشكلة كلها في المساجد. هجيب المقطع بتاع الولية دي رقم 7 احنا برضو في واحد من الشباب يتكلم عن دخول المساجد. انا بفكر انها ثورة مفروض تبتدي برضه من هنا لحد كبير لانه المسجد هو المهدد للثورة في الوقت الحاضر. الثورة بالنص قالت المسجد هو المهدد للثورة. بالله ده ما اجرام يا جماعة. وهل ديل هم راضين بالمساجد وبالقرآن وبالإسلام عشان يقول إحنا كفرناهم؟ هم راضين بذاته ولا دايرين إنه ذاته إسلامك ده وبيحاربوا فيه الليل والنهار. تيجي تقول لي نسكت؟ والله ما نسكت. وأنت لسه ما شفت حاجة. هنا ماشيين بورسودان في ندوة ميدان كبير وماشيين دنقلة في ندوة ميدان كبير والجنينة ميدان كبير عرفتها؟ وفي مبدة ميدان الراشدين ميدان كبير صدقناه وده التصديق موجود. ماشيين ندوة هناك. هنا شغالين لسه بإذن الله إن شاء الله. هنا يا دوب بدينا يا إخواننا يا دوب بنسخن احنا يا دوب تجكا شغل الحاضرة والدعوة فيه للتكفير قائمة بكل أركانها ودي ذاتها يعني حقه يكون في حوار أثناء المسجد ومقاومة للناس التكفيريين اللي بيرسلوا رسالة. التكفير منو يا جماعة؟ التكفير منو؟ التكفير الدالي خيك الدالي ده هو التكفير. بعدين شوف النصراني قاعد في المؤتمر بتاع الجمهورين في جماعة طردوا قالوا له يا أخي جايبين نصراني كافر قاعد. قلت له والله ده أهون واحد في المجلس ده أنت بس ما عارف الحاصل. شغل أهون أيوة. وفي نفس الوقت تقوم كثير جدا من الدعاوي من القضايا تفتح قضايا ضد الناس اللي بكفروا الناس وبالرغم من إنه نحن ما واصلين تمام السيغة. قالوا افتحوا بلاغات دعاوي. وبعدين الشعار بتاع الحزب الجمهوري بيجيبوا صورة محمود لابس له مركوب أبيض وراه نساوين ملقطات لا حصر لهم ولا عدد وكاتبين شعار الحزب الحرية لنا ولشنو ولشنو ولسوانا. تتكلم فيه ما يقول لك نفتح فيك بلاغ كفرتنا. ده كذب ولا ما كذب؟ ده تناقض ولا ما تناقض؟ شو الناس المجرمين كيف عشان تعرفوا اي شعار يا اخواننا يا سودانيين. اي اصحوا قوموا فوق اصحوا يا ناس. اي شعار بيرفعوا له احزاب الإلحادية والشيوعية والجمهورية والأحزاب السياسية دي شعارات نفاقية كاذبة. حرية سلام وعدالة والله كله كذب. الحرية لنا ولسوانا كذب. الديمقراطية كذب. أي شعار يرفعوا النازل كذابين وهم أول ناس بناقضوا بالمناسبة. طيب